حبايب قلبي، هاي اليوم نحنا بدنا نعمل كبسة. حبيتك صور لكم. هلا انا طبعا عم بقلي اللحمة، ما عم حط لها لا زيت ولا سمنة، هي منه فيها يعني، لان هي شوي مدهن اللحمة. هلا انا عم بحطيت لها المطيبات، الجزر والبصل والورق الغار وكل كل المطيبات، القرنفل والقرفة وجوزة الطيب. هلا انا عم بغلي مي سخنة على جنب، بحط لها هسه المي سخنة، بتركها حتى تستوي لحالها وان شاء الله بنفرجيكم. انا ديجا يمكن عاملي تأكيد بالقناة، بس حبيت اليوم قلت هتصور لكم اياها ان شاء الله. وهلا هسه بحط المي المغلية عليها مشان تستوي، بتركها تستوي، بدها تقريبا شي ساعتين اللحمة لحتى تستوي، بنفرجيكم ان شاء الله على طريقة عمل الرز الكبسي. حبايب قلبي خلي هلا حبايبي انا رجعت لكم بدنا نطبخ الرز الكبسي. هون انا اللحمه كما فرجيتكم بالاول، هيها كنت سلقتها واستوت وصارت جاهزه. هلا انا هون عم بقلي البصله، قشرت تقريبا شي 3 بصلات يعني انا عم بقليهم، بس لحتى شوية يدبلوا، يعني ما بدي اياهم حمر، يصيروا قريبين للشقر انه للذهب شوي. هلا بنحط البندورة، انا البندورة هلا بنجيبها فرشيكم عليها. انا طحنت اليوم صراحة، انا عادة بفرم البندورة بس قلت لحتى اطحنها لاني يعني جربتها قبل ونفس النتيجة، كانت مفرومة ولا مطحونة. هلا بنصبر بس على البصل شوي حبايبي وبنرجع لكم. هلا حبايبي تقريبا صارت يعني تبلانه ليكو هيك، يعني انا ما بدي حمرها. هلا بهالاثناء انا شو بعمل، طبعا انا سبق وانا طابخيتها للكبسه بالقناه عامليتها، بس انا هي طريقه تانية هلا اليوم عم بعملها فرجيكم عليها. طبعا عندي انا هون الهيل، عندي هون الكركم اللي هو عقدة صفرا، عندي هون البهار الكبسي، هاي بس انا بحطه بالكبسة اللي هو المستكة او المسكة. وهون انا حاط بدي احط زبيب، وهون انا الجزر. هاي الطريقة الثانية انا اللي بعملها بالكبسة. في الطريقة الاولى انا عامليتها بالقناة حبايبي مصوريتها، وهاي الطريقة حبيت انا اليوم لاني بدي اعملها حبيت صورها واعطيكم يعني اعطيكم افكار، فان شاء الله تعجبكم وجربوها واعطوني رايكم. هلا انا بهالاثناء حبايبي شو راح اعمل، انا مثل ما سبق وقلت لكم انا بحط البهار على البصله، بحب البهار انا ينحط على البصله. وهيدا الكركم وبهار الكبسه، وعندي هيدا الهيل حبايبي. هلا انا بحركهم، مشكلة انه انا عم صور حبايبي وعم بحط بايد وعم صور بايد، انا بحركهم حبايبي ان شاء الله يكون كل شيء واضح لكم. حتى بحب البهارات كلها تتشرب بالبصلة، بتصير يعني ولا اطيب من هيك حبايبي صدقوني. فانا هون بهالاثناء هاي البندورة اللي انا ديجا قلت لكم عصرتها، وهون انا رح احطها هلا. هلا انا حطيت حبايب البندورة، احنا نتركها مشان حتى تدبل. وكمان هلا شو بعمل انا، انا هلا بحط الجزر حبايبي، هيدا اللي بارشته بحطه كمان فوقه. صدقوني مع الجزر جربوها كتير كتير طيبة، ما فيني خبركم يعني، فيكن تعملوها بدون جزر وفيكن تحطوا بقلبها جزر، طريقتين طيبين. انا قلت لكم عامله الطريقه الاولى بالقناه بدون جزر، وهاي الطريقه الثانيه انا بعملها بجزر، فانتو فيكن تختاروا طريقه واحدة من هاد الطرق وتجربوا، فيكن تجربوا الطريقتين يعني نفس الطعمه ونفس النكهه
بس الواحد ست البيت بتحب هي تشكل وتعمل وتغير، يعني تخترع. وهيدا الزبيب حبايبي انا بحطه، مش هلا بس حط الرزات والمسكة كمان بحطها، بس حط هلا الرزات يا قلبي، او بس حط المية من مية اللحمة. هلا انا بتركن لهول حتى شوي يدبلوا، وبنحط مع فوقهم المية اللحمة اللي انا فرجيتكن عليها اللي سلقتها من قبل حبايبي، بس لحتى يدبلوا يدبل الجزر شوي والبندورة شوي تغلي. هلا انا شو بعمل كمان، بحط رشة سكر صغيرة، رشة سكر يعني ما بكتر، رشة سكر حبايبي بس منشان البندورة. وهلا خليكن معنا حبايب قلبي. هلا حبايبي انا شو عملت، طبعا حطيت انا الجزر والبندورة، وهاي الطريقة اللي اسا انا عم بعملها. اللحم اللي انا سلقتها شو عملت، حطيتها هون بقلب هيدا المزيج اللي هي البندورة والجزر والبصل والبهارات، بتركن انا شوية يغلو. هلا عندكن انتو حرية الاختيار حبايبي، فيكن تخلوا اللحمة وتحطوا الماي والزوم اللحمة وتطبخوا الرزات تخلوا اللحمة، فيكن شو تعملوا تحطون هو بعد ما بيتشربوا طبعا بشوي، يعني هيك بتتركون شي 10 دقايق ربع ساعة يتشرب البهارات كل هيدا المزيج اللي نحن حطيناه باللحمة، تحطوه بصينية وتحطوه بالفرن تشوه. إذا في ناس بحبوا مثلا محمر بحمروها، وفي ناس بحبوه بقلب الرز، فهيدي انتو عندكم حرية الاختيار حبيبي. انا بس حبيت اعطيكم هالافكار يعني، وخبركم عن هيدا الطريقة بالكبسة، هاي الطريقة الثانية اللي انا بعملها. هلا انا مرات بخلي اللحمة بقلبها وبطبخ الرزات، ومرات بحطها بقلب الصينية وبحطها بالفرن بحمرهم هاللحمة. فانا هلا شو حاعمل، راح اقلي اللحمة حبيبي وحطهم بالصينية وحمرهم وجهه، ما راح اخليهم بقلب الزوم، لانه عندي بالبيت شي بحبه محمر شي، فقلت يلا بعملهم بصينية محمرة. وتركت طبعا قسم انا بالطنجرة اللي بده انه بدون شو اسمه، بس حبيت حبايبي خبركم عن هاي الطريقة. هلا راح من انا وحطهم بالصينية ونحط المية اللحمة ونطبخ الرزات، خليكم معنا. هلا حبايبي انا طبعا هون اللي حطيت هودي بالشاط اللي قلت لكم عنهم، بعد ما تشربوا بزوم البندورة وهاي اللي جهزتها للكبسة حطيتهم هون بهيدا الوعاء، وهلا بنحطهم بالفرن بنشويهم مش نحمرهم وجههم شوي. هلا انا بهالاثناء حطيت المي حبايبي من زوم اللحمة طبعا، وهيدا الزبيب هلا هون حطيته انا بغسله مثل ما سبق وقلت لكم، الزبيب لازم تغسله حبايبي، بكون فيه اتربة لازم ينغسل الزبيب. وهيدي المسكة اللي هي قلت لكم انا هيدي سر المهنة بطريقة عمل الكبسة، تعطيها نكهة ولا اطيب من هيك حبايب قلبي. طبعا هلا انا بتركهم لحتى يتنبتوا يستووا. وهون الرز لاني انا نقعيته حبايبي، فطبعا بس ينتقع الرز بده مي اقل، يعني بدل كبايه الكبس البسمتي تاخد كبايتين ممكن تاخد كباية ونص حبايبي، وحسب كل رز انت، حسب الرز اللي انت بتكوني معودة عليه ماخدي ايدك عليه حبيبتي فتمشي عليه. فانا هيدا الرز صراحة هيدا انا بعرف يعني هويته، لانه انا على طول بجيب منه وبطبخه. وهلأ بتفرجيكم على الحبة كيف بتصير بالآخر إن شاء الله، هلأ بس يجهز الرز بنفرجيكم على الشكل النهائي حبايب قلبي. هيدا حبايب الرز هي هلأ تنبت واستوى، ليكو ما شاء الله الحبة واختها، ليكو كل حبة مقا كيف مقحليها ما شاء الله. هلأ بنصبه ونفرجيكم على الشكل النهائي حبايب قلبي. هيدا حبايب قلبي الشكل النهائي للكبسة، الطريقة التانية اللي هي اسا عملناها مع بعض مع الجزر. هيدا هيك زيناه، وكل وحدة هي شو بتحب كيف بتحب تزين ببيتها.
وتزين طبقها تزينه على طريقتها. حبيت أنا زينه هيك، لكن بدي زينه شوي بقدونس، ما لقى ما كان عندي. حطينا جزر وزينا بهيدي الفليفلي، وهي اللحم اللي قلنا لكم عنها شويتها أنا شوي بالفرن، وإن شاء الله ينال إعجابكم حبايب قلبي. وبقلكم بالنهاية أنا بتشكركم كتير من كل قلبي، وإن شاء الله على الكومنتات وعلى اللايكات اللي عم تعملوها وعلى كل شيء، وعلى كل واحد عم يدخل لعندي على قناتي. هيدي قناتكم وهيدا البيت بيتكم، وأهلا وسهلا فيكم، وإن شاء الله بتكبر بدعمكم حبايب. وبقلكم إن شاء الله بنلتقي بطبق جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي.